تشارك دابا في هذه النهائي ديال كاس عرش التنس بخريبكا، شنو هي الاتصالات ديالك؟ بصراحه انا اشكر جميع اسم الكريم النادي الغشاوي عبد الرحيم، ممثل جمعيه نادي البيضاء. نادي البيضاء وي، انا اشكر جميع من ساهم في هذه التظاهره، منهم جمعيه المستقبل ونادي الشريف للفوسفات، المكتب الشريف للفوسفات، والجامع الملكي المغربي للمعاقين، وكل من ساهم من حكام جامع الكرات، الكل كتجربه. شنو استفدتوا هنا في خريبكا؟ بصراحه شنو الاضافه النوعيه؟ اضافه بزاف الاضافات، باستثناء هذه الدوره احسن دوره بالنسبه لي، من اللي بديت كنشارك احسن دوره، من ناحيه التنظيم، من جميع نسبه المشاركين ارتفعت، كانت قليله، دابا كاينه مرتفعه. مرتفعه بالنسبه لهذه السنه. شي اضافه؟ صافا، نتمنى ترجع. ضروري، حاجه طبيعيه. سيدي هنيئا لك. شنو كان التمثيليه ديالكم انتم في الدار البيضاء؟ كيفاش شنو كان شي تتويج؟ كان تقسيتوا الكريش بالنسبه للنتائج، وشنو الاسباب ديالها؟ انا بالنسبه لي مشارك واحد اللي مثل الجمعيه البيضاويه، و خسرت في الدور الثمن النهائي، استفدت كثير. بالنسبه ناقصه حاجه واحده، مثل التحفيزات ما كايناش بالنسبه للاعبين. انا جيت من الحساب ديالي الخاص، الجمعيه لا فين تترينيو تما في الدار البيضاء؟ كتمشي امكانيات كلوب السامسي؟ لا، امكانيات من المال ديالك الخاص ديما. ديما كتشوف شي حاجه اضافيه. بعدا كنتمنوا، بعدا من التظاهر شنا زوينه، كنتمنى تبقى ديما هكا، وبغينا نشوفوا شي نتائج اخرى. شكرا. الله يخليك.